بسم الله نبدأ دائما وأبدا، وبحمد الله ننتهي إن شاء الله. أبنائي وبناتي الطلبة في كل مكان، أهلا بكم في لقاء جديد من لقاءات اللغة العربية. موعدنا اليوم مع مراجعة نهائية، ونركز بقى كويس جدا علشان مجهزين اختبارين. الاختبارين حاولنا نضم فيهم المنهج كله. تعالوا نشوف مع بعض الاختبار الأول. بنقول أولاً القراءة من موضوع هيا نشجع بأخلاق كريمة. في قطعة، القطعة دي بنأكد إن إحنا لازم نقراها كويس جداً. القطعة بقى اللي احنا اخترناها بتقول: وعلاج هذه الحالة يبدأ من الدعوة إلى ممارسة الرياضة وأبسطها المشي. فالرياضة تنشط الجسم والعقل، وأهمية ممارسة الرياضة دون تعصب ضرورة ملحة. فمن حقك أن تستمتع بمشاهدة المباريات بأنواعها المختلفة، ولكن دون تعصب، حتى تترسخ الروح الرياضية العالية التي تحقق المتعة والصحة. تعالوا نشوف الأسئلة الواردة على هذه القطعة. اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. ألف، مرادف كلمة ممارسة مناشدة، مناقشة، مراوغة، مزاولة. طبعا ممارسة الرياضة بمعنى، برافو عليكم، مزاولة. جميل. مضاد كلمة ضرورة، ضرورة، تبسيط، تنشيط، استغناء، تعصب. طبعا ضرورة مضادها، برافو عليكم، استغناء. جيم، المتعة والصحة تكونان نتيجة لي. امتى تتحقق الصحة والمتعة معا؟ نتيجة لمشاهدة المباريات، أم نتيجة لإعداد المنشآت الرياضية، أم نتيجة لممارسة الرياضة، أم نتيجة لشيوع الروح الرياضية، انتشار الروح الرياضية بين الناس؟ يا ترى مين اللي هيحقق المتعة والصحة مع بعض؟ جميل جدا، شيوع الروح الرياضية، برافو عليكم. يجب ممارسة الرياضة دون تعصب، مهارة، هدوء، تدريب. المفروض إن أنا أمارس الرياضة دون إيه؟ برافو، دون تعصب. جميل جدا. طيب، تعالوا نشوف بقى السؤال الأخير في القراءة من قصة عقبة ابن نافع. ألف، مما يؤكد على أن فتح عقبة للمدن كان لنشر الإسلام، إيه بقى؟ حصاره للمدن قبل فتحها، إنه كان بيحاصر أي مدينة قبل ما يفتحها، هو ده اللي بيؤكد أن عملية الفتح كانت لنشر الإسلام، أم لتكوين جيش من العرب والبربر، إنه جمع العرب والبربر في جيش واحد، أم تركه نفراً بكل مدينة يفتحها؟ طبعاً هو لما كان يفتح المدينة ما كانش بيقعد فيها، كان بيتوجه لغيرها، فكان بيعمل إيه بقى؟ إيه الحاجة اللي بتؤكد أن فتح عقبة للمدن كان لنشر الإسلام؟ جميل جداً، سامع إجابات صحيحة، برافو. تركه نفراً بكل مدينة يفتحها،
كان بيسيب مجموعة من المسلمين علشان يعلموا الناس أمور الدين وعلشان ينشروا الإسلام في هذه المدينة. برافو عليكم. طب السؤال الثاني، بدأ عقبة أعماله الحربية سنة 41 هجرية بالتوجه إلى برقة، لواتة، طرابلس، ودان. طبعا الإجابة واضحة، عقبة لما بدأ أعماله الحربية سنة 41 توجه إلى، برافو، لواتة. تعالى بقى نشوف السؤال الثاني في القراءة، وهو سؤال القراءة متحررة المحتوى. في قطعة بقى بنأكد إن لازم قطعة القراءة المتحررة تقراها كويس جدا، لأنها بتحتوي على كل الإجابات بتاعت الأسئلة اللي بتيجي مع هذه القطعة. نركز بقى مع بعض في هذه القطعة. استشهد العقيد أركان حرب أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، ومعه عدد من أفراد الكتيبة في كمين مربع البرص بمدينة رفح المصرية أثناء التصدي لهجوم إرهابي على أفراد قواتنا المسلحة مقدمين أرواحهم ثمناً للدفاع عن الوطن من أجل اقتلاع جذور الإرهاب من الأراضي المصرية، فكانوا رجالاً لا يهابون الموت، وقفوا كالأسود مدافعين بجسارة عن أرض سيناء الحبيبة، حتى نجحوا في إفشال مخطط الأعداء نحو تحقيق أهدافهم الدنيئة، وقد كان الشهيد أحمد المنسي رمزاً مشرفاً لكل شهداء الواجب الذين قدموا أرواحهم ثمناً للدفاع عن الوطن حتى ارتوت رمال سيناء بدمائهم الزكية الطاهرة. طبعاً القطعة دي كلنا عارفينها تماماً وكلنا عارفين معظم تفاصيل أحداثها. الشهيد أحمد صابر المنسي. تعالوا نشوف الأسئلة بقى اللي جاية على هذه القطعة. تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين مرادف كلمة أثناء، فور، بعد، قبل، خلال. طبعا أثناء تعني خلال. برافو عليكم. جمع كلمة مخطط، مخطط ومخطط ومخطط، خطوات، خطوط، خطط، مخططات. طبعاً واضحة، جمع كلمة مخطط، مخططات. برافو عليك. اسم الشهيد بالفقرة، أحمد المنسي، محمد المنسي، محمود المنسي. طبعاً مش محتاجة تفكير، أحمد المنسي. ينتمي الشهيد، الشهيد بتاعنا أحمد المنسي، بينتمي لسلاح إيه بقى في الجيش؟ الطيران، المدفعية، الصاعقة، المشاة. طبعاً واضحة جداً جداً، سلاح الصاعقة، كان بطل من أبطال الصاعقة في الجيش المصري. دارت أحداث القصة بسيناء في كمين نقط بمدينة رفح المصرية. في كمين إيه بقى؟ مربع الثلث، مربع البرص، مربع الثمن. طبعاً مربع البرص. برافو عليك. نشوف بقى، ننتقل من القراءة إلى موضوعات النصوص الأدبية.
السؤال الأول من نص تواضع سيدنا عمر، أول نص معانا في النصوص الأدبية في هذا الترم. يا رافعا راية الشورى وحارسها، جزاك ربك خيرا عن محبيها. رأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف، ورأي الفرد يشقيها. تخير الإجابة الصحيحة. جمع كلمة راية، رؤى، روى، رايات، راي، راية وراية وراية، برافو، رايات، جميل. طيب مضاد كلمة الشورى الاستبداد، التشاور، الظلم، التآمر. طبعا عكس الشورى، برافو، الاستبداد بالرأي. بين كلمتين الجماعة والفرد ترادف، تضاد، تأكيد، إيقاع موسيقي. طبعا بين الكلمتين واضحة جدا، تضاد يقوي المعنى ويوضح. برافو عليك. طيب البيتان للشاعر، البيتين اللي قدامنا دول من نص تواضع سيدنا عمر للشاعر مين؟ إيليا أبو ماضي، حافظ إبراهيم، خليل مطران، أحمد شوقي. طبعا الأسماء الأربعة دي كلها أسماء شعراء، كل واحد فيهم غني عن التعريف، لكن النص بتاعنا ده تواضع سيدنا عمر للشاعر مين؟ شاعر النيل، حافظ إبراهيم. برافو عليكم. طيب رأي الفرد يشقيها، التعبير ده بيفيد ايه؟ بيفيد توضيح ضرر الظلم ام ضرر الشورى ام ضرر الاستبداد بالرأي. رأي الفرد الواحد بيعمل ايه؟ بيشقي الأمة كلها والبلاد. يبقى هذا التعبير يفيد، برافو عليكم، توضيح ضرر الاستبداد. جميل جدا. تعال نشوف من نص كن بلسما، السؤال الثاني في النصوص الأدبية، ونقول يا صاحي خذ علم المحبة عنهما، إني وجدت الحب علما قيما. أحبب فيغدو الكوخ قصرا نيرا، وابغض فيمسي الكون سجنا مظلما. هات لي بقى الأسئلة ونقول مع بعض اختر الإجابة الصحيحة. ألف، المراد بكلمة صاحي، صاحبي، جاري، زميلي، صياح. طبعا صاحي اختزال لكلمة صاحبي. برافو عليكم. مضاد كلمة المحبة، الظلم، الحسد، الكراهية، الكسل. طبعا المحبة عكسها الكراهية. برافو عليكم. جمع كلمة الكون، كون وكون وكون، الأكوان، الكوانون، الكنائن، الكائنات. طبعا واضحة مش محتاجة تفكير. برافو، الأكوان. فيغدو الكوخ قصرا، ده تعبير بيوحي بأهمية القصر، ولا النجاح أم السعادة أم العلم؟ طبعا السعادة. نشوف بقى النحو، وده السؤال اللي معظم الناس بتخاف منه. لا احنا ما بنخافش من النحو، النحو ده هو أساس اللغة العربية وكلنا مش هنخاف من النحو. بص بقى معايا وبيقول لي في هذه الجملة الأولى، شرح المعلم الدرس. عند بناء الفعل للمجهول تكون الجملة شرح الدرس، شرح الدرس، شرح الدرس، شرح الدرس. طبعا في بناء
في عملية البناء للمجهول، الفاعل بنحذفه، المفعول بيتحول من حالة النصب إلى حالة الرفع علشان بيبقى نائب فاعل، يبقى معايا الجملة. برافو عليكم، شرح الدرس، جميل جدا. طيب، تنظر للكون، الجملة الثانية، ترى الجمال واضحا. اربط بين الجملتين بأداة شرط جازمة، وجيب لك اختيارين، وموضح لك الأداة الأولى في الجملة الأولى متى، الجملة الثانية كلما. يبقى أنا لازم أكون عارف الفرق ما بين أدوات الشرط الجازمة وأدوات الشرط غير الجازمة. طبعا هنا معايا الجملة وأنا مغمض عيني، متى تنظر للكون ترى الجمال واضحا. برافو عليك. أكمل، الذي يطلب العلم نقط ثمار الخير، يجني بحذف حرف العلة، يجنيا، يجنو. طبعا الذي يبقى ده واحد، بيعمل ايه بقى؟ ايوه، حذف حرف العلة، يجني ثمار الخير. جميل. طيب اكمل برضو، ما نقط من خير يعلمه الله، ما تقدمون، ما تقدمين، ما تقدمان، ما تقدموا. يبقى الاختيار الصحيح، برافو عليكم، ما تقدموا. ما تقدمون ما ينفعش اختارها علشان فيها حرف النون. طيب، وتقدمين نفس الكلام، تقدمان، برافو عليكم. يبقى تقدموا اخترتها علشان فعل من الأفعال الخمسة، تمام كده، حذف حرف النون. طيب، الطالبان ناجحان، مبتدأ وخبر عادي. لما أقول لك أدخل فعل لن يفيد اليقين، هتقول لي إيه بقى؟ علمت الطالبان ناجحان، علمت الطالبين ناجحين، علمت الطالبين ناجحان. طبعا الاختيار الصحيح بتاعي، برافو عليكم، علمت الطالبين ناجحين. يتحول المبتدأ والخبر إلى مفعولين، أول وثاني، تمام كده. مجموعة تانية من الجمل، وبقول لك نقط، المتفوقون، ضع فعلا مبنيا للمجهول. يكرم، يكرم، يكرمون، يكرم. طبعا يكرم، برافو عليكم، المتفوقون. طيب، أنت مجتهد، أدخل فعلا يفيد التحويل، جعل أنت مجتهدا، لا إيه ده، مش مستساغة أصلا، جعلتك مجتهد، جعلتك مجتهدا. أيوه، سامع إجابة صحيحة، برافو عليكم، جعلتك مجتهد، مجتهدا، برافو، الاختيار الأخير عشان يبقى منصوبة، جميل جدا. طيب، أصبح العلماء نقط، ضع خبرا مفردا، مخلصون، مخلصين، مخلصان، مخلصا. يبقى أصبح العلماء، برافو، علشان كان أخواتها، يبقى خبرها إيه؟ جميل جدا، مخلصين. منح المدير المتفوقة جائزة، بيقول لي كلمة جائزة نعت ولا خبر ولا مفعول به ولا مضاف إليه؟ طبعا هتبقى مفعول به، برافو. إن العلماء، ضع خبرا جملة، مخلصون، تخلصون في عملكم، يخلصون في عملهم، في عمله. طبعا إن العلماء، أيوة، يخلصون في عملهم، برافو. نبقى مع بعض نشوف الاختبار الثاني.
وفي الاختبار الثاني برضو هنلاقي مجموعة جيدة جدا هتعجبكم من الأسئلة. أولا القراءة، ونشوف السؤال الأول. القراءة متحررة المحتوى، وبنقول تمتلك مصر خاصية فريدة من نوعها، هي قدرتها على احتواء الآخر وتزويبه في نسيجها، وقد يتطور الأمر ويصبح متمصرا يفوح منه عطرها الحضاري، ويسري في عروقه ماء نيلها العظيم. وقد يرجع سبب هذه الخاصية إلى طبيعة أرض مصر وما تصبغه على أهلها من صفات، وكذلك موقع مصر وعبقرية موضعها، وأيضا الميراث الفكري المصري الذي تكون عبر القرون، والذي يجنح دوما نحو المحبة والسلام وإشاعة التعاون بين الأفراد بعضهم البعض، وكذلك بين الجماعات المختلفة. واستطاعت الطبيعة الفريدة لمصر بمكوناتها وتجلياتها أن تكسبها قدرة لا نهائية على التأثير في الآخرين. تعال نشوف الأسئلة مع بعض. تخير الإجابة وألف المراد بكلمة يسري، يسكن، يجري، ينير، يغطي. طبعا كلمة يسري بمعنى يجري. مضاد كلمة إشاعة اللي وردت في الفقرة عمل، حقيقة، موقف، إنهاء. طبعا إنهاء. جميل. ضع علامة صح أو خطأ. الجملة الأولى لا يمتلك المصري التأثير في الآخرين. طبعا إجابة خاطئة، برافو عليكم. الجملة الثانية المصريون يمتلكون القدرة على احتواء الآخر. سامع إجابات صحيحة، برافو عليكم. طبعا إجابة صحيحة. أذكر أمثلة لبعض الغرباء الذين عاشوا في مصر وعشقوها وعملوا على نهضتها. دي بقى لازم تكون أنت عندك معلومات عامة. مين الناس اللي كانوا مش مصريين وعاشوا في مصر وحبوها وعملوا على نهضتها؟ بص معايا بقى، جايب لك شوية أمثلة روعة. صلاح الدين الأيوبي، سيف الدين قطز، الظاهر بيبرس، محمد علي باشا، كل دول لم يكونوا مصريين، كانوا غرباء، لكنهم عاشوا في مصر وعملوا على نهضة مصر. السؤال الثاني من القراءة من موضوع رحلات تاريخية. التحق بالجامع الأزهر ودرس فيه اللغة العربية والدين الإسلامي، وبعد تخرجه أرسله محمد علي باشا على رأس بعثة من 40 شابا. اختار الإجابة الصحيحة. مرادف كلمة التحق جرى، ركب، انضم، حصل. طبعا انضم. مضاد كلمة تخرجه التحاقه، تدخله، دخله، دخوله. طبعا التحاقه. جميل. درس رفاعة بالأزهر الهندسة، العلوم، اللغة العربية والدين الإسلامي. برافو عليكم الاختيار الأخير، اللغة العربية والدين الإسلامي. ما اسم الكتاب الذي ألفه رفاعة الطهطاوي في باريس؟ برافو عليكم. تخليص الإبريز في تلخيص باريس. جميل. سؤال القصة، ضع علامة صح أو خطأ. الجملة الأولى عاد رسول عقبة حاملا له موافقة أهل السوس على دخول الإسلام. الإجابة دي كانت خاطئة. لا طبعا. قرر سكان أدنى الاستسلام للمسلمين. برضو إجابة خاطئة، لم يستسلموا. ماذا دار بخلد سكان أدنى عندما رأوا غبار الجيش الإسلامي وما أثر ذلك؟ هنقول الإجابة مع بعض. دار بخلدهم ما جرى للروم والبربر على أيدي المسلمين، فتزعزعت ثقتهم وضعفت حماستهم. جميل جدا. ماذا فعل عقبة بعدما سمع كلام يوليان وبما أمر جيشه؟ هنقول الإجابة مع بعض. سكت برهة وكأنه يفكر في كلامه،
وأمره بالتوجه إلى السوس الأدنى. نشوف النصوص الأدبية من نص حق الآخر. جايب لك هنا الآية من النص بتاعنا، بنقول فيها: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. اختر الإجابة الصحيحة. مرادف كلمة اتقوا: احذروا، خافوا، استعينوا، عظموا. اتقوا الله بمعنى خافوا الله. مضاد كلمة كرهتموا: قررتم، قربتم، لزمتم، أحببتم. طبعا الكره عكسها، برافو عليكم، يبقى أحببتم. ما الغرض من الاستفهام بالآية الكريمة؟ النفي والاستنكار. جميل جدا. ما الجمال في إن الله تواب رحيم؟ هنقول أسلوب مؤكد بإن، وفيه دعوة للعاصي إلى التوبة حتى لا يعاقب على فعله. برافو. شوف تاني من النصوص من موضوع نصائح: إن شئت أن تحيا سعيدا فلا تكن لدودا، ولا تدفع يد اللين بالقسر، ولا تحتقر ذا فاقة فلربما لقيت به شهما يبر على المسري. اختر الإجابة. المراد من لدودا: طيب، طويل، شديد الخصومة، شرير. عن اللدود هو شديد الخصومة، والعياذ بالله. طيب، مضاد كلمة فاقة: ثراء، سعادة، فرح، حزن. طبعا الفاقة هي الفقر، يبقى مضادها، برافو عليكم، ثراء. فاقة والمسري بينهما توكيد تصوير ترادف تضاد. طبعا بينهما، برافو عليكم، تضاد. لقيت به شهما، ده تعبير جميل بيفيد ايه؟ الشمول، التخصيص، التأكيد، التعظيم. طبعا بيفيد التعظيم. جميل. نشوف النحو: لا مفر لنا إلا بإرشاد أبنائنا إلى أهمية التعليم، فهو خير زاد في مواجهة الحياة. وقد قيل: العلم سلاح، فلا تتنازل عن هذا السلاح، ومن يجهل قيمته يندم كثيرا ويجعل حياته خاسرة. تعالوا نشوف مع بعض، اختر الإجابة الصحيحة. كلمة أهمية تعرب نعت مجرور، فاعل مضاف إليه، اسم مجرور. طبعا قبل منها حرف جر، يبقى وانا مغمض تبقى هذه الكلمة اسم مجرور. برافو عليكم. كلمة زاد، فهو خير زاد. كلمة زاد مجرورة لأنها خبر، فاعل مضاف إليه، نعت طبعا مضاف إليه. برافو عليكم. كلمة سلاح مرفوعة لأنها خبر، نعت مفعول به، مضاف إليه. بقول العلم سلاح، يبقى ده، برافو عليكم، خبر. آخر كلمة قيمته: من يجهل قيمته، تعرب اسم مجرور، نعت مضاف إليه، مفعول به. طبعا تعرب مفعول به. برافو. بس القطعة بتاعتي، وبقول لك بقى: استخرج فعل مبني للمعلوم وفعل مبني للمجهول. الفعل المبني للمعلوم: فلا تتنازل، لا تتنازل. طب فعل مبني للمجهول؟ أيوة، قيل، قيل. ماشي. طيب جواب للشرط:
عايز فعل جواب للشرط. يندم كثيرا في جملة من يجهل قيمته يحصل إيه؟ يندم كثيرا. طيب النصب، علامة نصب المفعولين إيه بقى؟ أيوه، فعل نصب مفعولين، الفعل اللي نصب مفعولين يجعل، برافو عليك، يجعل حياته خاسرة. طب اربط بين الجملتين وجايب لك جملتين هنا، تسعى في الخير، والجملة الثانية تنال رضا الله. لما أجي أربط بينهم بقى، إن تسعى في الخير تنال رضا الله. جميل جدا، كده تبقى انتهت حصتنا اليوم على خير إن شاء الله، مع خالص تمنياتنا بالتوفيق للجميع.